مناف صالح الشريف، المواليد 1967، الولادة موصل. نشأت ببيت يعني متوسط الحال، الأب كان في الجيش الملكي، الوالدة ربت بيت، خمس أخوة وخوات اثنين. يعني بديت بداية طفولتي إنه دراسة كأي طفل، وعشت حياة بسيطة متواضعة، فكانت المرحلة الأولى بحياتي هي الطفولة. تأثرت بالطفولة، كانت أحلى مرحلة أشوفها بحياتي بعد هذا العمر وبعد هاي السنين، إنه كانت أجمل مرحلة هي بحياتي مرحلة الطفولة. وهي طبعاً تكون أكو طفولة قاسية، أكو طفولة مترفة، طفولة، فكانت طفولتي طفولة عادية حلوة في زمن يعني حلو جميل. فنشأت عندي هم هذيك الفترة إنه أتعلم نوع من الخط والرسم بهاي المرحلة. في فترة الابتدائية كان الخط عندي، تعلقت بشغلة الخط، وبعدين اتجهت إلى مرحلة من التخطيط والرسم. فكانت المرحلة كلش أثرت بي بهذيك الفترة، بفترة كتابها وفترة خلينا نقول الرسم رواد بهذيك الفترة. وكان البلد حركة الفن والأدب والتاريخ، وكونه بلد تاريخ وبلد حضاري. فبهذيك الفترة كان عندي عدة طموحات، وردت أنفذ أي يعني خلينا نقول موهبة أو طموح من هاي اللي أنا كنت أريدها. بعدين في مرحلة من حياتي كان عندي الأخ الكبير يهتم بجمع الطوابع والمسكوكات. ففي يوم من الأيام في فترة نجاحي هداني ألبوم طوابع. الهدية كانت بتلك الفترة يعني شيء لها تأثير عند الإنسان، شيء لها تأثير عند خلينا نقول طفل في بداية الطفولة. فتأثرت بي الألبوم وسألت، ويعني حاولت أكتشف أنه شنو هذا الطابع وشنو قصته وليش يجمعوه هذه. فبدت هاي المرحلة عندي، قمت أهتم بالطوابع. بعدين فترة العملات، العملات كانت صعب الحصول عليها، بس الطوابع من خلال المراسلة والبريد يعني كان أقدر أحصل. فنشأت عندي هاي الهواية، ومن خلال هاي الهواية قمت أحتك بشخص شخصين عندهم إلمام بهاي الهواية، الطوابع والعملات. فهذه خلتني أتواصل ويا أهل الأنتيكات والتحف، لأن أنت ما راح تلقي ألبوم طوابع أو عملات إذا ما تصل عند أبو محل أنتيكة. وهاي كانت المحلات قليلة في فترتها، فشوية شوية تروح سوق الصياغ، تروح فتشوف القطع الحلوة اللي تبهرك، تشوف القطع الجميلة، النحاس، البلور، فتسأل هذه هيك، هذه تعود هيك. فدخلت بهذا المجال وبهذا العالم. بعد السادس داومت المتوسطة، داومتها بالنبي يونس بالفيصلية،
وداومت أول سنة وثاني سنة، بعدين صار عندي تأخير بالدراسة لأن الهواية أخذت من وقتي. فكرت أفتح محل، كان المحل مكلف يعني مو أي واحد يفتح محل، فصار عندي تأخير بالدراسة. رجعت قدمت مسائي بالفيصلية، داومت مسائي مدرسة مسائية. ف يعني بهاي الفترة أنا شوية كان أكو تغيير بحياتي ما بين أنه أكمل أو أنا أكون يعني عندي مشروع، أسوي لي مشروع بحياتي، أنه ما اتجهت للدراسة. علما كنت يعني شاطر بالمواد وشاطر بكل شيء، فأنا الحمد لله قمت يعني بهاي الفترة أكون لي عملات ومواد وألبومات الطوابع ونوع من الأنتيكة، هم دخلت عالم الأنتيكة، فصار عندي بضاعة. قمت فتحت أول محل عندي بمنطقة خزرج القديمة، فمن خلال هذا المحل تعرفت على ناس وتعرفت على هواة وعلى أهل الأنتيكة الكبار بالعمر، لأن هاي مراحل لازم تلقي دائما ناس قبلك جمعة وقبلك اهتموا بهاي الهواية. فدائما كان أكو مراجع نراجعها ونشوفها ونستشيرهم، وبدت الهواية تستمر عندي. وفي هاي المراحل قامت الناس تستشيرني الحمد لله، وقمت يعني كل شخص أوجهه، كل شخص أنه أشجعه على الهواية وأسوي له رغبة إلها للهواية، فالحمد لله يعني مشيت بهاي المرحلة. بهاي الفترة أنا بعد 2003 هم يعني رجعنا للهواية، ورجعت سويت لي محل ومطعم، اشتغلت بالمطعم كونت لي، ومن خلال المطعم صار عندي مبلغ وقمت أجمع وهواية، ورجعت الزواج ويا الهواية، يعني صار عندي طموح بعد شوية أقوى. بس شنو فترة اللي ردت أسافر بيها ظلت بنفسي، يعني أمر خفيته عن الكل أنه لازم أسافر، كنت أحتاج السفر حتى أطلع على هاي الأمور الأنتيكة والطوابع والعملات، أنه مو وهم، لأن كنت أتوقعها مرات مبالغ بيها وأنه الهواة قليلين بالعراق. فبهاي الفترة كنت أجمع مبلغ وأجمع وعندي هواية أجمع، يعني كان عندي أكثر من طموح، وطموح السفر ما خليته أبد، يعني ما خليت هذا الطموح يموت عندي. فبهاي الفترة بال 2004 إلى 2005 جمعت لي مبلغ، فقلت أريد أغير أشوف أسافر أجرب السفر. فترة 2005 جربت سافرت البلد اللي خلي نقول سوريا والبلد الشقيق يمنا. فبهاي الفترة طلعت لسوريا، تفاجأت انه بسوريا هم بلد حضاري وبلد تاريخ، فشفت انه الانتيكة وشفت التجار والناس والمحلات وبلد سياحي وبلد يحمل كل شيء، يعني شلون العراق اضخم واكبر واكثر حضارة واكثر تاريخ. فبهاي الفترة استفاديت من سفرتي سوريا،
شفت الأنتيكة وشفت الجوامع وتأثرت بالبنايات وتأثرت بكثير أمور، بس يبقى البلد عندي أحلى من أي بلد أزوره، لأن بلدنا كله خلينا نقول تاريخ وحضارة، وبلد هو يحمل كل شيء. رجعت للعراق، حاولت انه اللي شفته هناك كله خلي اقول اطوره للبلد، اقدم خدمه للبلد، انه للهواة وللانتيكا وللتحف. فبديت سوينا مزاد بقاعه الحدباء اللي كانت بوسط باب الطوب بالمدينه، بوسط المدينه. بهاي الفتره خليناها انه المزاد جمع كل شيء، جمع الهواة وجمع تجار الانتيكا والسجاد اللي هو يترأسهم، يعني خلينا نقول رئيس جمعيتنا حازم الصميدعي اللي هو رئيس مزاد الحدباء، الرجل معروف. بهذه الفترة احنا كان عندنا الانتيكا ونلتقي بالهواة وننجمع وتصير مزادات، تصير بيع وشراء وناس تبيع الناس، وكانت مرحلة حلوة اللي انجمعوا بها أهل الانتيكا، وفترة البلد يعني مرت بازدهار بهذه الفترة خلينا نقول. فبهاي الفترة كنت ربع حياتي معطيها للهواية، رجعت شوية شوية وهي قامت شوية شوية أريد أعالجها، والعلاج صعوبة ومصدر رزق. فبهاي الفترة الحمد لله حاولت هم أرجع للأنتيكا وافتح لي محل اللي هو محل كان بالنبي يونس، هو المحل فتحته جمعت الكل. من النبي يونس اتجهت إلى صالة في الجامعة، صالة القبطان اللي هو صاحبها الرجل اياد القوطشي، الرجل صاحب فضل على الهواة وصاحب فضل على الانتيكا وعلينا اللي جمعنا بهاي القاعة، قال تعالوا اشتغلوا بيها وسووها. سويناها مزاد للكل وجمعنا اهل الانتيكا والتحف والطوابع والعملات، وفتحنا اول مزاد خلينا نقول بالعراق، كان ما موجود حتى المزاد ببغداد. فتحت اول مزاد اللي انا شكلته مزاد القبطان في الجامعة، مقابل ملعب الجامعة في صالة القبطان. بهذه جماعة أهل الأنتيكا والتحف وجمعيات الطوابع وكلهم إجوا، وضيوف من بغداد يجونا جماعة الطوابع والعملات، وسويت مزاد نجاح الحمد لله. بهاي الفترة استعاديت نشاطي، وكانت فترة علاجية زوجتي هم رجعت لأطفالي، وبهاي الفترة قالوا لي تحتاج العلاج راحة لازم بربيل. بهاي الفترة أنا هم وديتها لأربيل، مرحلة العلاج تحتاج انه راحة لان صدمة قوية عنيفة. فبقيت باربيل، حاولت اروح واجي، صعوبة كانت تنقلات ومصاريف وهاي. بهاي الفترة هم اخذت لي محل باربيل باللنقة اللي هي خلينا نقول ملتقى الانتيكا والتحف. فبهذيك حاولت انه اسوي لي محل، كان محل حلو سويت ونجحت به، تعرفت على ناس هم من بغداد ومن المحافظات وقاموا يراجعوني. بس مدينتي بكل الأحوال ما نسيتها، بقيت متواصل وياهم، متواصل ويا الجميع، وكان عندي طموح أنه أرجع للمدينة وأسوي أكبر خلينا نقول مزاد، أكبر محل أنتيكة وتحف، وأقدم خدمة للمدينة اللي هي تعبت علي ونمت هاي الهواية. فبهاي الفترة تعالجت زوجتي
ويعني أريد أرجع وما أرجع، الدكتور قال لازم تبقى هنا. فأني بهاي الفترة قمت أروح واجي، ما أقدر أترك المدينة. رجعت هنا بهاي الفترة، رجعت سويت لي محل وإجيت كونت لي غراض ورجعت جمعت أغراضي واشتريت وسويت لي محل من جديد، اللي هو هذا المحل كان خلي نقول بالمنطقة القديمة. انه هاي الهواية بصراحة انا جد اشتغلت بيها، وهذه كنت احتاج للدعم، لان انا ما املك راتب ولا املك خلي نقول راس مال عندي، فدائما كنت احتاج الدعم. الدعم ضعيف بهاي الشغلة. من ردت اسس جمعية الطوابع والمسكوكات، يعني ردت ابدا بيها بس ما عندي دعم، انه ايجار، انه وين راح ناخذ المقر ونسوي الجمعية، وموافقة انه من بغداد قالوا ما يصير. ليش ما يصير؟ انه مدينة كبيرة، ثاني اكبر مدينة بالعراق، تستحق انه بيها هواة، بيها خلينا نقول بيها اهل انتيكا وبيها اهل تحف وبيها شخصيات البلد. فايش قدر الدعم؟ انه ما اجى احد ودعمنا، قال يا تعال يا مناف سوي اتعاب اكو دعم. وبقت هي هاي الهواية المشكلة، انه تحتاج الدعم. اما الطموح والرغبة وامور كثيرة موجودة بداخلنا، وكثير اهداف نريد نحققها للمدينة، بس نحتاج الدعم. وباي المحل يعني دا اروح واجي، واريد اكون امنيتي انه اسوي متحف كبير، متحف انه الكل تزور هذا المتحف وتشوف الاشياء الموصلية القديمة، تشوف الأشياء، التحف، العملات، المسكوكات، البلور، النحاس الموصلي، يعني أمور كثيرة عندنا بالموصل، بس ما حد يدعمنا. وبصراحة يبقى هذا الطموح عندي، أنه لازم أسوي قاعة، لازم أسوي لي متحف ولو مصغر يمثل الموصل كلها بأنتيكتها وتحفها وتاريخها وبأطيافها، كلها تمثلها. هذا طموحي وأمنيتي، وإن شاء الله ويا مرور الزمن أنه لازم هذا الطموح أحققه. وأنا الآن عمري 55 سنة وأنتظر، بعد عندي طموح أنه لازم أسوي الجمعية، وأسوي جمعية الطوابع والمسكوكات، واللي يعني أترجى أنه أحد يدعمنا، أنه من الدولة نطلب، من أي خلي نقول بس ندعم أنه هذا المشروع يصير، جمعية الطوابع والمسكوكات، وخلينا نقول جمعية التحف والأنتيكات في الموصل، لأن مدينة عريقة ومدينة تستحق التضحية وتستحق التعب وتستحق أنه يكون لها متاحف ومزارات ومزادات بنفس الوقت، لأن هسه أكو مزادات دا تصير ببغداد، محافظات العراق، بالبصرة، بالنجف. فالموصل مو قليلة، الموصل ثاني أكبر محافظة أعيدها دائما، أنه تستحق أنه يكون بها متاحف ومزاد وسواح تزورها، ضيوف، يعني مدينة عريقة.
أول ما بديت بالطوابع والعملات أكثر شيء كانت تستهويني الطوابع والعملات في البداية. بعدين من دخلت هذا المجال شفت الأنتيكة والتحف والبلور اللي هو كان يحمل صور الملوك، لأن تاريخ العراق كله ملوك وزعماء، فاستهوتني جمع يعني الأباريق الملكية، خلينا نقول القوار الملكية والبلور الأزرق اللي هو فيروزي، اللي أغلى نوع هو بالبلور هذا القديم، يعني خلينا نقول الأزرق اللي يتضمن عكفات الموصل، اللي كان بالبداية هاي العكفات والمزهريات والأقداح الفيروزي، نوع من البلور غالي، واللمبات. فقمت أجمع البلور، ومشكلة بالبلور إنه قابل للكسر يعني بسرعة، وبلور رقيق وقديم قابل للكسر. فجمعت الأخشاب، اتنقلت ما بين الأخشاب وبين البلور، وهي الهواية تجمع يعني كل فترة تتعرف على نوع من القطع فتزداد حبا وشغفا بها. فجمعت كل شيء الحمد لله، صار عندي مجموعة يعني عام السجائر القديمة، الصور الحلوة الأسود وأبيض تستهويني، يعني كثير أشياء أكو بمجال الأنتيكة، المعالق الأواني، يعني بصراحة حتى القطع الأوروبية اللي عليها صور الملوك، عليها يعني رموز، فكانت تعجبني أكثر القطع. فبهذا المجال عام يعني صرت، لهذا خبرتي بيها مو قليلة، عام يعني اختصيت بكل شيء، ويسألوني ودائما يحبون يستفسرون، لأن سافرت ورحت وجيت، فبهذا المجال أكثر شيء يعني كان عندي خبرة بالطوابع والعملات والبلور الأزرق والأوروبي بصورة عامة، الأخشاب، النحاس ما كان يستهويني شوي، النحاس يعني ما استهواني، الدلات أو الهاي ما كنت أميل للدلات أو النحاس بصورة عامة يعني، أما البلور كانت بصورة عامة أجمعه، حتى كان مكسور أو متعرض إلى ضرر أجمعه وأحاول اللي أصلحه أصلحه، اللي ما يصلح أركنه وأخليه قطع ما تنباع، مزينة المحل وين ما أكون تكون هاي القطع وياي، أحس أنه هي كل حياتي وهي كل هاي المراحل اللي مريت بيها. فالهواية أني دا أعيش بيها يعني، مع ظرفي الصعب والظروف اللي أمر بيها والمادة تحكمنا، بس دا أعيش وياها وأحاول أقول بلكي تتعدل الأمور، بلكي إن شاء الله يتحسن، يجينا دعم من الدولة من الحكومة إنه نفتح أكبر مزاد أو أكبر متحف، ونجمع الكل يعني خلينا نقول هواة الموصل والأنتكشية مال الموصل، وتكون مصدر للكل، واجهة للمدينة، لأن مدينة قديمة هذه.